صلوا على النبي يا جماعه. الاهلي داخل مباراه البنك الاهلي وهو عنده ثقه ومعنويات مرتفعه جدا. وصوله لنهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد، تقول لي في المغرب، تقول لي في ابو بلح، تقول لي في الفيشه، تقول لي في شرم الشيخ، في اي حته وصل الاهلي النهائي. دي حاجه تانية. تاني حاجه، خساره الزمالك مباراتين متتاليتين، اخر ماتش مع طلائع الجيش، وبالشكل ده يعني الزمالك بيضيع منه الدوري. يعني هنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، لازم نرجع الفضل لله سبحانه وتعالى. تقول لي موسيماني تعب، موسيماني بتاع، هو توفيق ربنا، توفيق ربنا فوق كل حاجه. ما نتفشخرش بقى ونقول الاهلي فوق الجميع والزمالك فوق الجميع، لا، لما يجي توفيق ربنا ما تقوليش حد، لازم نقتنع بكده. يعني هو موسيماني خلى الزمالك تطلع تغلب من طلائع الجيش؟ لا، هو موسيماني اللي خلى كايزر تشيف يوصل نهائي دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت؟ لا، توفيق ربنا سبحانه وتعالى، توفيق ربنا سبحانه وتعالى. اه، الاهلي فريق كبير، والزمالك والوداد وكل الفرق دي كلها، وهنتفرج على نهائي كبير جدا النهارده. الاهلي يفوز يبقى دوري بنسبه كبيره جدا بيقرب من نادي الاهلي، رغم ان احنا لسه في بدايه الدور الثاني، بس الزمالك في بدايه الدور الثاني بسم الله ما شاء الله، هزيمتين ما يعلم بهم الا ربنا، مطحون واقع، نجوم ولعيبه مش عارف ايه، ومدرب وفلوس ومجلس اداره ما يعلم بيه الا ربنا، وبيخسر وبيضيع بطولات، خرج من بطولة دوري أبطال إفريقيا وهو بيودع بطولة الدوري، ومش عارف هيطلع التاني ولا التالت ولا هيطلع إيه بالظبط. الزمالك بعيد بعيد رغم إن في نجوم، بس ممكن يكون الإدارة، ممكن يكون الجهاز الفني، هل الجماهير هي المشكلة في عند الزمالك؟ ما تعرفش. بس لكن النهاردة الأهلي بيحط رجله اليمين عشان ياخد درع الدوري، يا أكون الله أعلم بقى، هنشوف بس، هنشوف النهارده ماتش، دي توقعات يعني. بس السلام عليكم.